رمضان على مزيكا فام. انتبه اشقال، انتبه اشقال. وبونجور مرحبا امين، مرحبا اياد، مرحبا كل مستمعينا ومشاهدينا على احلى صباح باي موزايكا فام. باش نحكيو على الحنين للماضي، خاصه الناس مواليد سبعينات ثمانينات وتسعينات. وقت نحكيو على مسلسلات ديما تلقى الناس عندهم برشا حنين، يقول لك مسلسلات قبل احلى الجينيريك نتاعهم للناس اليوم مازالوا حافظين. وعلى خاطر قبل كانت عندنا تلفزه واحده بخلاف زوز قنوات اجنبيه، ولكن تلفزه واحده تلم الناس الكل، هذيك هي الذاكره الجماعيه للناس الكل. الناس الكل المواليد العقود هذيك تكون عندهم نفس هكا كي يتفكروها يحسوا بالطفوله نتاعهم ولا بمراهقتهم. نوستالجي فوالا الحنين. نحكيو زاده على البرامج، مش كان المسلسلات والاعمال الفنيه والمسرحيات، البرامج زاده اللي كانوا يتعداو في التلفزه الوطنيه اللي كان اسمها اتاتا وبعد تونس السبعه. تلفزه اللي خاصه في سهريات السبت ونهار الاحد، البرامج المنوعات الكبيره اللي كانوا يستنوها برشا توينسا. نحكيو على برنامج قهوه عربي اللي تعاد نهار الجمعه في القناه الوطنيه الاولى، اللي تقدموا زميلتنا انصاف اليحيوي، واللي كان الموضوع نتاعهم البرامج هذوما القدم واولاد الدار اللي سميهم هما، وكانوا ضيوفها من عفيف الغربي، كيف كيف رؤوف كوكا، زيد لطفي البحري، من الناس اللي اثوا وكونوا التلفزة الوطنية في القرن الماضي، القرن العشرين. زاد عديو هكا لمحة عودو. شفت كل القرن الماضي أنا سروحي، ما أنت هو بالحظة ماكش صغير في القرن الماضي وانت زاد أخويا روح حتى في 2003 نقول القرن الماضي، يعني مش قرن تعدى على روحه، ماكش صغير كبرنا كبرنا مع القرن الوطنية. هرمنا عملوا هكا عودوا شويه من الجينيريك نتاع البرامج المنوعات اللي تعديو سبت وحد، كما قلنا كنت تفكروا لو سمحتم بدون استئذان للرحل نجيب الخطاب، شمس الاحد، باشا برامج تعديو، نسمعوا هكا شويه من الجينيريك اللي عاودوهم. نصبحكم على خير يا سادة يا وجوه برشا من الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يتفكروهم لجينيريك هذوما سبت لحد المنوعات الكبيره، كان فيها نجيب الخطاب، هيلا ركبي، لطفي البحري، بعد حاتم بن عماره، وليده ليليا، هذوما الكل اللي كانوا ياثوا سهرات هذوما واللي يقعدوا في مخاخ الناس. نحكيو زاد على واحده من المنشطات الكبار في التلفزه الوطنيه، كيفاش دخلت وقتاش دخلت للقناه الوطنيه، عام للقناه الوطنيه وقتها عام 1980 كان الدخول نتاعها بصدفه قبل ما نتولد انا وياهد، معناها من 1980 كان دخلت القناه الوطنيه. وهكا حكى لطفي البحري اللي كان دخلها المذيعه هذه باش نحكيو عليها اليوم للتلفزه. مره وصلت رساله عام 80 وهو يقدم في مجله التلفزه لطفي البحري من طالبه قالت له شبيكم ما عندكمش افكار وشنو هذا الركود في المشهد الاعلامي، وقالت له راهي معناها المذيع يجب يكون مش تقديم فقط وفرصة تتاح له أن يقف أمام كاميرا، يجب يكون عنده أفكار وتجديد. كانت حدثته بنفس ثوري، وكنا ياسر نطلع على الرسائل وكنا نتأثر بالرسائل الحقيقة الشابة هذية اللي تأثر بكلامها لطفي البحري ثم فتح لها الأبواب لها إيجا، واستضفتها في مجلة التلفزة وقدمت معي الحلقة كضيفة، لكن أعطيتها الميكرو باش تقدم فقرات وشفنا فيها موهبة عندها موهبة خارقة.
فوالا كانت هذيا المنشطه القديره الاعلاميه هيلا الركبي اللي متخدم من عام 80 حتى نص الالفينات يعني تقريبا 30 سنه. هيلا الركبي اللي غايبه 15 سنه على الاعلام الكل، ترفض كل الحوارات مكتوبه مسموعه ومرئيه، اختارت انها تتدخل معهم في برنامج انصاف اليحيوي وحكايه زاده هي على الحنين نتاعها وقتها وقت اللي كانت التلفزه موجوده في شارع الحريه. خاطر راهو نجموا نشوفوا اعلاميين في مؤسسات اعلاميه اخرى محترمه، ولكن تبقى هذيك الدار دار كيما نقولوا واحد دار بابا هذيك الكبيره، فما حنين خاص. ربما احنا هنا ولطفي عندنا اكثر حنين للشرع الحريه اكثر، معناتها تتعدى قدامها بركه قلبك يدق وتتفكر كل الذكريات الباهيه والمره ايضا، ولطفي يعرف قديش تعبنا أكيد. ولا هيلا ركبي انت بكري امين سالتني قلت لي حكايه زعما على الاعلام تاع اليوم ولا لا، حكيت جوستومون على الاعلام تاع توا، قالت ما فرق في المنافسه، قالت قبل المنافسه كانت فيها اكثر احترام ما بين اللي نشوفوه في الاعلاميين تاع اليوم. احترام احترام يا انصاف اهم حاجه، احترام كبير. انا ونجيب الخطاب كنا الناس يتصورونا اعداء، وبالحق احنا كنا نتنافسوا برشا انا وياه لفتره كبيره، ولكن فما احترام شديد. وقت اللي انا نجيب الخطاب نقعد 10 سنين ما نكلموش بعضنا، ولكن كي نعمل انترفيو وقتها نقول احسن منشط هو نجيب الخطاب، كل حاجه في بلاصتها، كان كل واحد فينا عارف قيمه الاخر. احترام لطفي ما يشبه لحد، نجيب يشبه لحد مدى تفرده يعني صحيح، رؤوف مشبه الحد، هلا ما تشبه الحد، حاتم كيف زاد ما كل واحد وليدة ليلي من بعد ومجموعة أخرى من الزملاء. ولا هذيك اش حكيت على العلاقة بعد نعطيك هو رؤوف الحقيقة المنافسة ما تنجمش تقارنها بالمنافسة متاع اليوم. كانت المنافسة في ولاد الدار ما عندي أنا ماهيش منافسة، أولا المنافسة في ولاد الدار والعدد ما كانش برشا، معناتها كانوا خمسة ستة منشطين اللي يتنافسوا. اليوم معناتها السوق ولات مفتوحة والمنافسة ولات أشرس وأكثر ضراوة معناتها بطبيعة خاطر القنوات. كنت بعد نعطيك أمين حسا عندك شكل تقولوا عينيك يقولوا فما بعض الصفحات اللي تخدم ولات معناتها بالفقرة هذه تهبط منها، دونك اليوم مش باش نخدمهم خليهم مرتاحين. لا والجي باهي يخدموا هما باهي حكاية زاد على الصفحات بلا خذوا كونجي اليوم راه مش نتكلم ولا ماكمش هبطوا شيء اليوم على غالب. حكاية زاد على الشباب اللي كانت أعطتهم فرصة كيما عفيف الغربي اللي كانت هي موجودة، كيما سامي بنور، كيما عبد الرزاق الشابي اللي هو وحده خرج قبل وقال أنا هيلا ركبي كنت نخدم معها في البخود وهي اللي تعلمت على يديها الخدمة. بنتي وهي تتذكر قديش كنت كيما الأم، كنت حاضنتها ونخاف عليها، وحتى من الزملاء اللي يقرب لها ماني كي أمها ماني نخاف عليها ونقول لها ليه أقعد غادي ما تحكيش برشا ما تفتلكش مع العبر، خاطر هي تبارك الله عليها خمسة وخميس عليها ملي صغيرة مزيانة وحلاها والكل، وكنت معناتها نحبها تشد صنية صحيحة بعفاف وبغيرها من الشباب اللي بدأوا برشا شباب بدأوا معانا والحمد لله خلينا معناها برشا من منشطين اليوم معروفين وناجحين بداوا معانا وراهو الموهبه نتاعهم موجوده من الاصل، يعني مانيش احنا لسنا عليهم ولا حد شيء، هما موهوبين وعندهم الارضيه، احنا عطيناهم الفرصه وكهو هما بداوا لي توك شو كانوا معانا بالخوجه ومعز الزرعي وسامي بنور، وانا كانت عندي الكرونيك نتاعي هذاك التوك شو انا كانت ديما تصوري مدرستي وش حاجه. كل برنامج لازم يدخل حيويه جديده من عام لعام، تعطي حيويه ودم جديد للبرامج. فزملائي كانوا يقولوا لي انت مهبوله يا اخي كيفاش تجيب دي كونكورون ليك في البرنامج نتاعك، معناها تجيب شباب وتحطوا معاك على فرد طاوله ما ياخذوا لك بلاصتك نهار اخر، نقول لهم انا اخليهم ما نعرف اللي في يوم من الايام باش ياخذوا المشعل عادي، وانه شباب بلاصه حد ما ياخذها حد وكلهم احنا المجال الاعلامي يسع يتسع للعديد. ولا هذا كيفاش كانت ترى والفرص اللي اعطتها لشباب اخرين اليوم هما من اكبر المنشطين الموجودين في تونس، وسالوها مره اخرى على الرجوع تنجم ترجع نهار اخر نشوفوها في التلفزه على خاطر خرج في العوام اللي فاتوا انها باش ترجع ويتصلوا بها برشا قنوات خاصه، نسمع شنو جاوبت. هو المجال الاعلامي هذا اختيار مني بعد 30 سنه من غير انقطاع معناها في المجال الاعلامي، اخترت اني نبتعد لانه المجال الان نحسه ماهوش مجالي، والفرصه نخليه للشباب باش هما بيدهم يقفوا على ساقيهم ويتطوروا وياخذوا الفضاءات مش موافقك الفضاءات الكبيره مش موافقك موافقني لطفي لا نحب ترجع مانيش موافق حتى انا كيف حتى حد موافق حتى حد مش موافق
حتى حد بهم موافق وباشا ناس يحبوها. هلا ركبي كانت منشطة كبيرة كما سمعتوا مسيرة 30 سنة دون انقطاع، اختارت في نص الألفينات أنها تخرج وتنسحب من ساحة الإعلامية. شنو رأيكم في الكلام اللي تعدى الكل؟ نبدأ بإياد في العلاقات بين المنشطين قبل واليوم، كيف في الفرصة اللي يعطيها للشباب قبل أكثر من اليوم حسب ما تحكي هي؟ مش بيه في بالي بيه إياد العلاقات بين المنشطين حاجة لوكس. معناتها انا بالحق ما نحسش بان غران ديكالاج، خاطر تشبه ياسر العلاقه في مجلس النواب والسياسيين. معناتها مش شنو مش فصل الضرب لا لا معناتها حرب، هي حرب البارده. لا باش نرجع انا واحد الناس هلا الركبي معناتها سي ذكريات طفولتي معناتها وكان عندها حضور متميز معناتها. الوجوه النسائية في التنشيط ما كانوش برشا، كانت تقريبا هي الوحيدة معناتها في المجال بتاعها، واثنين عندها معناتها ان ميتريز متاع اللغة تتكلم بسلاسة اكسبسيونيل اللي المارك. انا في تقديري خسارة غيابها على المشهد الاعلامي. تصور اليوم الديفيرسيتي التنوع الموجود والفضاء المحلول جدا، فما بلاصة لهلا الركبي والناس كيما لهلا الركبي في مش بالضرورة تعاود نفس المادة اللي كانت تنتجها قبل، ولكن في تقديري انه المشهد في حاجة ايضا الناس كما هلا الركبي. هلا الركبي في بيركم قدمت برشا انواع من البرامج حتى من الاحد الرياضي نقاها قدمته في اخر الثمانينات. وي معناتها انا اول مرة تعديت في حياتي في التلفزة كان مع هلا الركبي، معناتها هذه أول مرة معناتها نقولها هي معناتها أول مرة أي أول مرة معناتها ظهرت في التلفزة مش تعديد ظهرت مع الببليك كيما أحمد أندلسي كان في الجمهور. لا ما كنتش نخدم، هذا الفرق ما بيناتنا معناتها ما كنتش نخدم، مشيت كانفيتي معناتها وقت الليسي اللي نقرأ فيه معناتها هزونا مش ونذكر وقت التورناج كان في البلاتو نتاع في شو اسمه يا ربي في بن عروس بير القصعة يظهر لي حاجة هك في بير القصعة أي وقتها فما معناتها أنا ونقاغ هكا كبير وكله كانت هذيك أول مرة معناتها نشوف كاميرا ونشوف معناتها الحلقة موند فاسينون بالنسبة لي أنا وقتها معناتها شفت وقعدت نتفرج في حلقة كاملة ومعناتها لبس الشميز تاع بابا من غير ما قلت نهارتها وحتى كان كبيرة لبستها فاسون نحس روحي كبير اليوم ما أعرف لا فيق بها خاطر كي راه في التلفزة ما كانش مقاليش معناتها والله ياك تعديت مع الببليك قال لي ليش بيك لبست معناتها نسلم عليه معناتها في العلاقات وفي الكلام اللي قالته هذا ما تحبش تعلقه معناتها بون شو نقول لك ما في بعض الاحيان متى نحكي على روحنا نحكي على ليه احكي على روحك ولا اون جينيرال انا مؤهل اخذ هذا الفرق باش نبدا لك باجابه انا الفرق يمكن معناتها مع عباد اخرين ما نعرفش انا احكي كان على روحي كهو ما نحكيش على عباد الاخرين وعمري ما حكيت على عباد الاخرين نحكي كان على روحي وجان مومن جوب كان اللي يجبدني ما نبداش نتبلى على عباد امبوسيبل معناتها ما ندور على حتى حد يبدا عنده ثقه في روحه ما يحكيش على عباد الاخرين ربي يوفق الناس كل والمجال معناتها يتسع للجميع بقى معناتها فما شكون يتصور انه ما ينجح كان ما تفشل انت وكتيح انت باش يطلع هو ولا معناتها ما ولا بروف اني معناتها متبني فكره هلا ركبي في كل شيء معناتها ياما عيطت للديكرونيكور وياما معناتها فورميت عباد وما زلت لليوم والغدوه والبعد غدوه معناتها هذا خدمتي ونحب نهار اخر بالعكس انا نعتبرهم ولادي بالعكس نفرح كي ولادي نهار اخر نقاهم ناجحين معناتها والأمثلة طويلة جدا وعريضة ويمكن على كارير نتاع 18 سنة ما توفيش بقى مش العباد الكل يخموا كيف هاجر وانت تعرف وإياد يعرف زادة معناتها فما البعض اللي لي على خاطر من قناة القناة ينجم يسبك ولا ينجم يدخل فيك فما شكون أنا أعطيك فهذا فما شكون صار لي إياد تحكي لي عن المنافسة صارت معايا أنه شكون سكر على انفيتي في البيرو نتاعه باش ما يحضرش معايا زميل منشط والله زميل منشط ما تسكر عليه في بيرو مش ما يحضرش معايا أتحب أكثر منك باش نعطيك مثال اليوم ونخذ وقتها مع بعضنا فرد قناتها أما اليوم هلا الركبي كي تشوفها الناس اللي كونتهم واللي كانت تحكي عليهم ولا هو ما حكوا عليها نجاحهم هو ما خلاش هي اليوم بعد 15 سنة غياب مازلنا احنا بلاتو صباح نحكيوا على هلا الركبي ونحكيوا على القامة نتاعها دونك معناتها اللي اليوم اون بلوس بالحاجات الباهيه اللي جات مع الثوره واللي الانفتاح هذا انه يا ان اسباس بور طول مون لا 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 لا, لا الانفتاح باهي لانه خلق اسباس خويا تحب تبدع ابدع واظهر وفما ناس راهو بداوا في برامج صغيره في قنوات صغيره واليوم ولاو نجوم معناتها الحاجه الباهيه خدمتك هي اللي تعطيك بلاصتك
معناتها المجال يتسع للجميع. معناتها انا جوست المقارنه بين قبل وتوا معناتها توا اصعب ياسر يا اياد اصعب بياسر برغم اللي اليوم فما مفارقه اليوم فما اكثر قنوات جوست فما اكثر قنوات تعبير قبل قناه واحده وكانت اسهل يعني ما تقبل كما قال كيت فما اربع خمسه منشطين ولي دي بروفيل ما يتعاودوش معناتها فما معناتها كي تجيب تحسن تلقى مراه نجيب الخطاب فلته من فلتات الزمان لطفي البحري عنده سبيسياليتي نتاعو معناتها اللي هو مختص معناتها نجوم النجوم الكبار حوارات وانتوان معناتها رؤوف كوكا مختص في الكاميرا كاشي معناتها فما اختصاصات اليوم ليه معناتها تلقى الناس كل ما تحب تعمل بريسكنك كيف كيف دونك الاصعب معناتها انك باش تبرز. يعطيك صحة هجر بارك الله فيك. كان باش تسالوني على اسم الواحد مانيش باش نقول معناتها بيان سور ليه معناتها اسم شكون اما هو يعرف روحه كان يسمع طبعا لا مش فك ما عنديش مشكله هذيك منافسه شريفه افهم وصلت نعتبر معناتها الفكين هو منافسه شريفه والله يا اياد معناتها في مخي اليوم فكين ولا منافسه شريفه وبيك ما قتلوش باش معناتها واحد معناتها واحد يكلم انفيتي يقول له ما تمشيش لمين ويجاني لان اعتبرها منافسه شريفه انا ما نخزر وين وصلنا انا هذا السيد سكر عليه بالمفتاح في البير وقال له ليه ما تمشيش ولين معناتها تعدي باش يكون الفنان لي انت عديت الحلقه والله لي انت عديت الحلقه باش سايب خاطر وقت الحلقه ديريكت هذا انا نعطيك دي زانديس قاعد خاطر وقت الحلقه ديريكت تتعدى هذاك عليك كلام الناس معناه والله هو اعلم ما نعرفش يعطيك صحه هجر بركه الله فيك